حبيبي محمد الراجحي سم. عندنا احنا وقف اسمه وقف ايتام الوداد. احنا نريد كيف نقول للناس كيف نفرح كذلك الايتام، ودنا الايتام يفرحوا معنا. فاذا جينا نقول للناس نحثهم على الصدقة وانه لازم مثل ما احنا نفرح حتى الايتام لازم يفرحوا، وش نقول؟ اول شيء تحط نفسك مكانهم. تخيل لو انت مثلا ابوك متوفي وفي دار مثلا، الله لا يكتب لي احد انا يفقد واحد غالي عليه، كان اب اخ ولد عم عم اي شيء، اهم شيء يكون غالي عليك، الله لا يكتب لك انك تفقده. ثاني شيء انه اللي يطفئ غضب الرب الصدقه، ويقول لك اذا الواحد دخل جهنم يقول ربي ارجعني ان اصدق، ما قال اصلي ولا قال اصوم، قال ارجعني انا اتصدق، لان الصدقه تطفئ غضب الرب وبس. ما شاء الله تبارك الله يفتح عليك. فيصل كذلك الايتام ودنا نفرحهم. الايتام بكل صراحه هذول يستاهلون كل خير. يعني يجيك واحد يقول لك انا ما احب الايتام، ليش؟ والله لانهم فقراء وانا يعني اغنى منه. بالاخير ترى انت فقير وانا فقير وكل الناس اللي تشوفهم هنا فقراء، والله هو الغني، الله هو الوحيد الغني. الله اكبر. ما شاء الله دوره ما شاء الله. شوف الزملاء الان في الاعداد، لان ورغم اني انا اللي وقع العقود يعني المذيعين، وين الاقلام؟ رغم اني انا اللي وقع العقود في قناه، يعني يقول ما شاء الله محمد وفيصل وسليمان وجود ودانا وخالد، يعني يقولوا مكسب لقناه المجد. انا من زمان اطالب بكم من يوم ما تعشيت مع الوالد. لا والله ما شاء الله تبارك الله. ودنا كذلك نسمع من سليمان الان. حبيبي سليمان، عندنا ايتام اللي هم ايتام وقف الوداد، كيف اننا نتعاون معهم عشان يفرح معنا الايتام كذلك؟ يعني لو كنت انت غني مثلا وشفت واحد فقير، يعني وشفت مثلا شفت قدام بيتك قال عطني فلوس الله يجزاك خير وهذا، وما اعطيته فلوس، قلت يعني ما انت راضي يعني يمشي، لازم تعطيه عساس الله سبحانه وتعالى يعطي الفقير، عساس الله سبحانه وتعالى راح يعطيك الاجر. إيه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان فقير، وكان الكفار كان يعني اغنياء، ليه خلاهم الله اغنياء؟ كما يعني يمتحنهم يشوفهم يعبدونه ولا لا. ما شاء الله تبارك الله. تبارك الله. والفائده لانه سليمان قال فائده في قضيه انه المال اللي يكون عند الكفار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان غنيا بدليل انه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ينمو بها منها هنا من وقف أيتام الوداد.